السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وفي احسن حال. درس النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي ان احنا نحول صورة من نهار لليل بكل سهولة، وان احنا نحولها لاعلان سوشيال ميديا او اوت دور. طبعا زي ما متعودين في الكورس ان احنا ان شاء الله هنحاول نطلع بافضل نتيجة في اقل وقت. عشان ما اطولش عليكم، لو انت اول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نخش في الدرس. دي الصورة اللي هنشتغل عليها تمام، وانا بألف في فري بيك كده شفتها، فاللي جه في بالي ساعتها ان احنا او ان انا اغيرها من نهار لليل تمام. فخلينا نخش سريعا عشان مطولش عليكم. انا قصيت الصورة بالشكل ده، قصيت كمان العربية لوحدها بالشكل ده تمام. فهشيل السكاي او السما اللي ورا دي مش محتاجها، الشغل كله هيبقى ان انا هقص صورة العربية على الارضية. طيب اول خطوة هنعملها هنقف عند اللاير بتاعتي الارض، وهاجي كده هجيب البرايتنس كونتراست وهبدأ أقلل الكونتراست شوية والبرايتنس شوية بالشكل ده تمام. ممكن أعمل كمان واحدة وأبدأ أخلي الموضوع يبقى بالشكل ده. طيب أنا ممكن أعمل التلاتة ميرج كنترول A كده مع بعض تمام، وممكن كنترول U وأبدأ اسحب اي كولر موجوده في الارضيه بالابيض واسود بالشكل ده، خليه يبقى فيه كولر بسيط كده وهدوس له اوكي تمام. دي اول خطوه. طيب هنبدا الاول نحط السكاي بتاعتنا او السما بتاعتنا ورا. انا حملت طبعا شويه كده، هنبدا نجرب مع بعض ونشوف ايه الانسب او ايه الافضل. فخلينا مثلا نشوف هنا ممكن نطلع بايه. تمام ممكن نطور الجزء ده او ناخد منه كوبي. هبدأ أشده كده بالشكل ده وأبدأ بالأستيكة خفيف كده أمسح الجزء اللي هنا في النص ده، وبعد كده ميرج ونشوف تمام. طيب عشان أخلي الأرضية بتاعت الصورة اللي هي دي واخدة من نفس درجة لون السكاي الموجودة، هاجي عند الساتوريشن كده وكنترول الت جي عشان الشغل اللي هعمله يكون في الأرضية فقط تمام. هتأكد بس ان الساتوريشن في الأرضية بالشكل ده، هدوس هنا على علامة الصح اللي هي الكالر هنا دي كده بالشكل ده، وهبدأ ازود الكالر دي شوية وابدأ اتحرك بده شوية وأقل كده، اخد نفس الزرقان تمام. فالموضوع هيكون لذيذ، بس انا بصراحة في دماغي حاجة تانية ممكن نجربها مع بعض. يعني خليني خلاص شير الكلام ده، ممكن مثلا اعمل سوليد كولر واختار الدرجة دي تمام. ممكن ادي لايت كده ورا في الباك جراوند بالشكل ده تمام، وهعمل ميرج. خلينا ناخد مثلا ممكن ناخد السما دي مثلا نجربها ونشوف مثلا المالتي السكرين كويسة إلى حد ما، يعني كنترول ام كده وبالكيرفز ابدأ تمام. طيب هعمل نفس اللي انا عملته هنا بنفس الدرجات بتاعت السكاي تمام. طيب انا عايز اخلي الجزء بتاع الارضية من هنا كده في الجزء ده يكون افتح شوية، فممكن اعمل ايه؟ ممكن ادوس كنترول جي عشان اعمل كوبي من اللاير، ممكن اجيب البرايتنس مثلا
وعلي مثلا هنا كده، وبعد كده هاجي عند المربع الابيض ادوس كليك، وبعد كده كنترول اي هجيب البروش هقلل الفلو شوية وابدأ امسح بالراحة كده على اساس ان اللي قدامي يكون فاتح تمام واللي في الظهر يكون غامق. بالشكل ده تمام. هنيجي عند العربية بقى الشغل بتاعنا كله. اول حاجة فيه هنا اخضر هنحتاج ان احنا نعالجه او نشيله. طب نعالجه ازاي؟ ممكن بالبين تول كده هعمل سيلكت على الجزء ده كله تمام، وهختار الاداة اللي هي دي وابدأ الت كده من الجزء المظبوط وابدأ امشي كده بالكليك تمام. جايز تكون المعالجة مش قوية قوي بس احنا كده كده هنعمل شادو وهنحط اضاءة سودة وكلام من ده، فهضغط يعني على الموضوع ده كله ان شاء الله مش هيبان قوي. احنا كده محتاجين نرجع او ممكن اخد كوبي من الجزء ده كله اصلا وكنترول يو وابدأ اسحب منها الكلر بالشكل ده استيكة كده وابدأ ايه بشكل اللي ظهر ده ابدأ امسحها شوية تمام. كده كده احنا هنغمق الجزء ده كله دلوقتي يعني تمام، خلاص ميرج كده مع بعض زي الفل. طيب محتاج ان انا برضو هغمق العربية بالبرايتنس بالشكل ده وابدأ اضلم كده الموضوع تمام. هبدأ كمان الساتوريشن كنترول الت جي وهعلم هنا كده وابدأ ادي العربية نفس الوان الموضوع يعني ممكن مثلا نختار ماشي هنخف بس الموضوع ده كله شوية تمام تمام البرايتنس هنا ممكن كنترول اي ونبدأ بالبرش نضلم الجنب ده كله كده ونسيب اللي هناك فاتح زي ما هو تمام. ممكن اطلع فوق خالص اعمل لاير جديدة وبالبرش كده اختار اللون الاسود وابدأ كده اسحب بالشكل ده وبالاستيكة بتاعتي ابدأ احذف هنا تلاقي زي دي كده بالشكل ده تمام. ممكن اعمل ماسك كمان اللي هو ايه كوبي من اللاير بتاع العربية والبرايتنس وكنترول الت جي وهبدأ اضلم برضو وهبدأ كنترول اي على الجزء الابيض وبالبرش بتاعتي وابدأ اضلم الجزء ده لحد ما يبقى فيه شادو قوي كده للعربية على الجنب اللي هو مفهوش لايت خالص تمام. طيب الخطوة التانية هنحتاج ان احنا نعمل لايت في الكشافات بتاعت العربية، فهاجي بقى ركزوا معايا كده هقف فوق خالص كده وهعمل لاير جديدة وهجيب البروش واختار اللون البرتقالي شوية بالشكل ده وهبدأ ادي هنا كده بس هعلي الفلو هبدأ ادوس كليك هنا في الجزء ده وممكن نجيب السكرين ونكرر تمام. محتاجين نقوي شوية ممكن بعد كده اعمل لهم كلهم ميرج سكرين او مثلا اللينر دوتش كويس ممكن البريندنج اوبشنز وهنا الت واشد كده اسحب شوية تمام الدرجة دي كويسة جدا. طيب هبدأ اعمل لاير تانية خالص وابدأ ادي كليك كده واكبر اللايت ده شوية
ونشوف كده السكرين او ماشي، دي كويسة. اقلل بس الموضوع ده شوية بالشكل ده، تمام. انا حاسس ان اللي هنا اللي على الشمال خالص ده ضعيف عشان عليه، تمام بالظبط. انا كده نورت الموضوع كله، محتاج بس اللون بتاعه هو كده اصفر قوي، فانا محتاج يكون اهدى شوية كمان، ويكون اي حاجة غير الاصفر قوي ده، تمام. في سكرين كويسة، انا محتاج ادي كمان لون ابيض شوية في الجزء ده، هنا وهنا، مش تمام. طيب هنوزع اضاءة، هنوزع اضاءة ازاي؟ اول حاجة هعملها، خليني اعمل كل الكلام ده ميرج كده مع بعض، تمام، وابدأ هعمل لاير جديدة وكنترول الت جي في لاير العربية. هجيب البراش بنفس الدرجة وهبدأ أقرب شوية كده، وهبدأ أمشي على العربية بالشكل ده، طبعا الموضوع مش هيبقى بالشكل ده طبعا، احنا هنظبطه دلوقتي. تمام ركزوا معايا، هاجي عند اول اختيار كده وقلت وهشد الجزء ده، هيبدأ هو ايه يظبط لي اللايت بالشكل ده. هعمل لاير جديدة برضه عشان أعرف أتحكم فيه براحتي في الحاجات الصغيرة. تمام نفس الخطوة الشكل ده، ولو انا حاسس ان هي اوفر شوية ممكن اقلل الاوبستي، تمام، وهنا برضو ممكن نقلل شوية، حاسس ان القص هنا فيه مشكلة، جايز اكون مركزتش شو هي انا بقص، معلش، فدي انتوا ممكن تظبطوها يعني. طيب خليني بس اعلي كمان مقاس الديزاين لفوق شوية، وعلى السكاي كمان معايا بالشكل ده، تمام. واجي عند الخطوة بتاعت اللايت، هاجي اقف تحت عند الأرضية بالشكل ده، وهعمل لاير جديدة وهدوس كليك كده، مش هيداس معايا، هطلع فوق، تمام. هبدأ ادوس كنترول واعكس اللايت بالشكل ده، تمام. هقص منهم النص كده والجزء ده، وهاخد الجزء اللي انا خدته ده هبدأ اظبطه ان هو يكون تحت كشاف العربية،
اخفف بس البوز بالشكل ده، وهبدأ اعمل الت واسحبه كده. تمام، وهعمل نفس الخطوة اللي بعملها كل مرة، فالموضوع معايا هيبقى بالشكل ده. تمام جدا. طبعا الدرس الجايز يكون سريع في شرحه شوية يا جماعة، معلش مش عايز اطول عليكم، وفي نفس الوقت عايزين نطلع بنتيجة كويسة جدا. تمام، ممكن اجي على جوجل كده اكتب له قمر يعني BNG مثلا، هيبدأ هو يدينا حاجات كتيرة بالشكل ده. نبدأ مثلا ناخد اي حاجة، تمام. هبدأ اعمل لاير وهاخد اللون اللي هو ده مثلا، وهبدأ كليك كده وهشوف السكرين هتقول لي ايه. او ماشي، السكرين كويسة، بس هنخلي اللون ده يكون ابيض شوية بالشكل ده. تمام، وممكن كوبي من اللايت اللي انا عملتها ده وكنترول واسحب كده اللايت من تحت، بس انا محتاج ان اللايت كلها تبقى من فوق العربية بالشكل ده. هشيل اللايت الدايرة اللي انا كنت عامله في الاول، وهبدأ العب في اللايت التانية. هبدأ بس ايه خففه كده. تمام، اقف عند القمر نفسه، هاجي كده اشوف هنا ممكن اطلع بايه. تمام، بس مش قوي. تمام كده، تمام، هقلل الاوبوسيتي شوية وهبدأ اجي عند العربية. ادي لايت بسيطة كده على الجنب، تمام، هخليها ابيض بنفس الخطوة بتاع كل مرة بالشكل ده. تمام، هطلع فوق خالص كده واشوف الكالر لوك اب ممكن اطلع بايه. تمام، ممكن اخد ده واقلل شوية، ممكن كمان اشوف saturation. color balance ابدأ برضو اتحرك بيها شمال ويمين. اللايت اللي في الظهر ده محتاج يتعدل شويتين، تلاتة اربعة يعني بالشكل ده. هنا ممكن نخف الاسود شوية. طبعا احنا مش طالعين بافضل نتيجة نهائيا، ولكن طبعا انت لو عطيت لنفسك الوقت في الديزاين هتطلع بنتيجة افضل من كده بكتير،
وسامحوني عشان وقت الفيديو والله هي دي الفكرة. فهكتب لوجو جيب ويا رب تطلع العربية دي فعلا نوعها جيب. هاخد اللوجو بتاعها كنترول يو خلو لونها ابيض والسلوجان بتاعها ايا كان بقى معاك على اي طريق مثلا. والفونت المعتاد لكل البراندات اللي هو ده. هنا مثلا ممكن نكتب 19 3 5 اي هوت لاين تجريب يعني. أوسع مسافات ممكن اغير لون النص بالشكل ده. وهاجي عند كل الليارات بقى وكنترول اي كده وهروح على الكاميرا رو نظبط بقى الدنيا. طبعا دي حاجات مش ثابتة هنبدأ برضو نشتغل على حسب ما عنا تكون حابة. طبعا الكاميرا رو من افضل الفلاتر اللي فعلا لو انت ما بتستخدمهاش وقلت الكلام ده كتير يبقى ناقصك كتير جدا 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 يعني. هنشوف دلوقتي طبعا النتيجة. شايفين الفرق فرق كبير. وبكده نكون خلصنا سريعا. وآسف جدا لو كنت سريع في الشرح فأنا والله حابب أديكوا يعني الخطوات بأقصى سرعة وتكون حاجات واضحة. يا رب تكونوا استفدتوا ومستني رأيكم واشوفكم في الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.